التصويت المادة الأولى العنوان بقي على حالته ما شاروش العنوان في هذا التصويت السيد الوزير العنوان بقى على حالته ما بقاش فيه تعديل إذن المادة الأولى ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية كلمة لكم فريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية كتسحبوا التعديل ولا حول مقر المدرسة السيد الرئيس السيد الوزير في إطار التوجه اللي كيف ما قلنا في التدخل الرئيسي ديالنا أن اعتماد المسألة ديال الجهوية إذ لا يعقل أن يبقاو تمركز دائما في الدار البيضاء وفي المناطق الكبرى لأن أبناء الطبقات الفقيرة والمعوزة لا تستطيع أن تلج إلى هذه المؤسسة وبالتالي ضروري من تفعيل الجهوية وتمكين أبناء هذه المناطق البعيدة اللي حتى هما من حقهم يكونوا مهندسين وحتى هما من حقهم يكون عندهم تكوين في جميع المجالات اللي كتضمن لهم واحد التكوين أساسي ولا يعقل أن وحنا شفنا في النتائج الأخيرة أن أبناء الطبقة الفقيرة واللي كيدرسوا في التعليم العمومي حاصلين على أكبر النقاط فإن ضروري كنطلبوا ان هذا التعديل يعني رفضوا السيد الوزير وحنا يعني متمسكين به والسيد الوزير كامل واسع النظر. تفضلوا الحكومه. شكرا السيد الرئيس. بالفعل الفريق الاستقلالي لا غير باش السيده النائبه نظن لم تعلل ما هو مقدم هو الامكانيه ديال احداث فروع هو في النص الاصلي. الاخوان ديال الفريق الاستقلالي زادوا في جهات داك العباره ديال الجهات حنا خليناها مفتوحه وفين غنديروا حنا الفروع راه غنديروها في المدن اذا ما عندها علاقه لا بالفئه الفقيره ولا باللي تيجي بالمعدل الكبر النص الاصلي تيقول المقر الرئيسي بالدار البيضاء ويمكن للمدرسه ان تفتح فروعا في جميع المملكه هما الاخوان زادوا الجهات قلنا حنا ما كاينلاش نديروا جهات في ربع المملكه كلها وصافي شكرا سيد الرئيس وبالتالي نرفض التعديل شكرا سيد الوزير هل هناك من مؤيد للتعديل او رافض للتعديل اذن اقد مؤيد راه ماشي انتم خصكم يكون شي فريق اخر تفضل يلا السيد الوزير يمكن غادي تتفق معايا على ان اي حاجه كنخرجوها للوجود بدون ما تكون التدقيق كيكون المآل ديالها ما كاين والو اذا حنا حرصا انتم الحكومه من حقكم تخليو المسائل العموميه حنا من حقنا المشرعين نضبطو كاين شي ضبط كنمشيو معاه كاين شي تدقيق ما كانش تدقيق حنا ما عرفناش شكون اللي غادي يجي في الحكومه الجايه وشنو غادي يطبق وهذا المدير المدرسه المؤسسه الحسنيه واش غيدير فروع ما غيديرهاش باي وسائل فين هي الماليه فاذا نكونوا واقعيين انا المساله هذه كتبان لي من باب ما كاين والو شكرا السيده النائبه المحترمه اذا نقدم التعديل للتصويت الموافقون الموافقون على التعديل مجموعة الاستقلال 37 المعارضون التعديل 79 الممتنعون 0 رفض التعديل إذا ننتقل إلى تعديلين اثنين من لدن الفريق الأصالة والمعاصرة التعديل الأول تفضلوا قدموا التعديل ديالكم أول يتعلق بتحديد السلطة الحكومية الوصية مباشرة بعد التنصيص على وصاية الدولة واقترحنا أن تكون المادة على الشكل التالي تخضع المدرسة باعتبارها مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالأشغال العمومية هذا هو الدليل شكرا سيد نائب السيد الوزير شكرا سيد الرئيس المرسوم التطبيقي سيد الرئيس ديال القانون وديال المشروع ديال القانون الان هو تعطي الصلاحيه لرئاسه الحكومه انها تعين السلطه الحكوميه التي تمارس الوصايه ديال الدوله على هذه المؤسسه الاخوان في الفريق ديال الاصاله باغين يجعلوها في النص نحن نرى ان هذا من صلاحيه ديال رئاسه الحكومه في النص التطبيقي وبالتالي ما بغيناش نتجاوزوا الاختصاصات ديال المشروع يمشي للصلاحيات اللي تتعطي الرئيس الحكومه هو اللي يقوم بهذا الاجراء ديال التعيين شكرا شكرا للسيد الوزير هل هناك من مؤيد او معارض اذا ننتقل للتصويت الموافقون على التعديل الاول
الموافقون على التعديل 79 لا عفوا لا التعديل هذا 35 لكن حزب الاستقلال 35 المعارضون 83 الممتنعون 0 التعديل التالي لفريق الاصاله والمعاصره تفضل السيد الرئيس النائب سحب التعديل الثاني اذا ثم ننتقل الى التعديل رقم 1 للفريق الاشتراكي تفضل الفريق الاشتراكي في التعديل تكون في الماده ولا شكرا جاء في الماده الاولى ما يفيد باستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي للمدرسه مع مراعاه احكام القانون ومن باب المهام المسنده الى هذه المؤسسه هذه في الماده الثانيه ما يفيد قيامها بالبحث العلمي والبحث التكنولوجي وكذلك نشر المعرفه العلميه ولهذا حتى يكون هناك انسجام بين الماده الاولى والماده الثانيه ارتئينا في الفريق الاشتراكي تقديم تعديل باضافه ان يكون هناك الى جانب الاستقلال البيداغوجي والاستقلال العلمي استقلال تكنولوجي كذلك لضمان اختيارات هذه المؤسسه فيما يتعلق باعتماد التكنولوجيات التي تراها مناسبه لخدمه اهداف ديالها. شكرا. تفضل السيد الوزير عندكم تعقيب على التعديل. شكرا سيد الرئيس. الحكومة ترى على أنه بالفعل لما النص يتحدث عن الاستقلال البيداغوجي الاستقلال العلمي والاستقلال الثقافي يفيد على أن كل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا هو في المجال العلمي وبالتالي اللفظة ديال الاستقلال العلمي هي أشمل إضافة إلى كون الاستقلال التكنولوجي أنا وضحت للإخوان في الفريق الاشتراكي في اللجنة على انه ما عندوش ما فهمناش شنو ممكن تكون شنو هي هذا الاستقلال التكنولوجي شنو المعنيه ديالها ما معناها حقيقه في مجال ديال مؤسسه بحال هذه ديال المدرسه الحسنيه وبالتالي نكتفي بالاستقلال العلمي والبيداغوجي والثقافي ونرفض التعديل. شكرا. شكرا السيد الوزير. اذا ما كاينش راي مؤيد او معارض اذا ننتقل للتصويت على تعديل الفريق الاشتراكي. أنا الرأي المؤيد يعطي طرف ثالث تفضلوا أنا غير كنعطي تنتجاوز تفضلوا راه ما هو الرأي المؤيد كتعطيه فريق آخر ما كيعطيش اللي قدم التعديل ما كاينش فريق آخر يلا ما كاينش مانع يلا سير مادام قلتي ما كاينش مانع ما نمنعوش السيد شكرا فنرجع مرة إلى هذه المسألة هذه السيد الوزير لما جئنا في المادة الثانية لقينا بأن من بين المهام وهو البحث العلمي والبحث التكنولوجي فلماذا لم تكتفي الحكومة إذن بالبحث العلمي ما دامت تعتقد بأن البحث التكنولوجي بأن العلمي يضم ويدمج التكنولوجي؟ سيد الوزير الاستقلالية التكنولوجية في المجال ديال البحث وفي مجال ديال استعمال وسائل التدريس وغيرها إذا لم تكن لدى المؤسسة استقلالية تكنولوجية فإنها ستكون بالمقابل تبعية وأعتقد بأن المدرسة لا يحق لها اعتماد تكنولوجيات من ابتكارها للقيام لخدمة مهامها ولهذا فنرى بأن رفضكم لهذا التعديل ليس في محله ومن شأنه أن يعطل مستقبلا واحد من المهام الأساسية ديال هذه المدرسة. شكرا سيد النائب. راه داك الشيء علاش المشرع طرف ثالث حتى لا يتم التعقيب على كلام الوزير في قضية التعديلات. ما قدمتم هو تعديل راه الطرف الثالث يكون مؤيدا للتعديل على كل اذا ننشر التصويت حول تعديل ديال الفريق الاشتراكي الموافقون 35 المعارضون 98 رفض التعديل نعرض الماده الاولى للتصويت الموافقون 78 المعارضون 35 ياك 35 الممتنعون صفر. المادة الثانية ورد بشرى تعديل من لدن الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضلوا. السيد الرئيس بالنسبة للتعديل اللي عندنا هنا كان زعما واحد المسألة غريبة عندنا في المؤسسات التشريعية أنا ما تتصاغليش ملي كيكون المناقشة العامة المعارضة تتقدم باقتراحات. وتتعطي شنو هي التعديلات في المناقشه العامه اش كيوقع الحكومه
كتنسق مع الاغلبيه، والاغلبيه كتقدم ديك التعديلات اللي عطات المعارضه وكتقبلها الحكومه، وحنا فحال اللي غير كننظروا في واحد ما فهمناش. تقدمي التعديلات شي اللي عطى الله. لا واسمع، انا هذا خلل، خلل حقيقي في حقيقه، خصنا نناقشوا. مع الجهه مستقبلا. فناقشوا في النظام الداخلي ولا قادوا هذا الشيء، شوفوا كاش ديروا له المؤسسه ما. اذا كان بالنسبه للتكوين الاساسي اقترحنا بان يعني باش تكون اختصاصات اللي قبلتها الحكومه مشكوره، هي هندسه المياه وهندسه المناخ وهندسه البيئه والتنميه المستدامه، وحنا متشبتين باش تكون حتى الهندسه في المجال ديال الصناعه التقليديه، لان الديزاين اللي كيديروه المهندسين ما يمكن له يكون الا في هذه المؤسسه والمؤسسات المماثله للتعليم العالي. الا بغينا الاخوان الله يخليكم السيد الرئيس ضمن لي انا القاعه تكون شويه ولا من لعبه التشريع. احترموا السيده النائبه المحترمه راه كتدخل. فاذا بالنسبه للديزاين والتصميم كيديروه المهندسين، ما كيديروش الصناعة التقليديه اللي خصنا حنا نعاونوهم، وحنا المهندسين نعطيو الديزاين الصناعة التقليديه، بس الصناعة التقليديه تشير قدام، لان الصناعة التقليديه هزه واحد الطرف كبير من الاقتصاد المغربي. اذا هذا الشق الاول. الشق الثاني بالنسبه لاحداث المسالك، حنا كنعرفوا الدوله بانها دايره مجموعه ديال 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 التقنيا مثلا، علاش هذاك التقني ما يكونش عنده الحق في انه حتى هو يدير واحد اجازه مهنيه او ماستر او دكتوراه؟ اذا سمحتي تقدمي التعديل، ماشي التعديل، التعديل ديالكم. انا نقدم التعديل ونقدمه بالتعديل، انا ماشي كنقرا، انا الشيء في مخي عندي لداخل خصني نعطيك. انا ما عنديش، ولكن عندي التعديل تحترم النص. اي ها هو التعديل، التعديل عندك احداث مسالك، نقرا لك احداث مسالك في الوحدات التاليه، الاجازه المهنيه والماستر والدكتوراه. علاش انا بغيت نقول هذا الشيء؟ نعطيك التعديل السيد الرئيس، بغيتيني نقرا لك هذا الشيء اللي عندي؟ توسيع مجال الاختصاصات واحداث اسلاك جديده تستوجب المتطلبات سوق العمل. فاذا هادو هما المقترحات اللي جبنا، وبغينا باش كنضمنوا الضمانه للطلبه ان يكون عندهم تفتح الباب ديال ديال الدراسات كامله. شكرا السيده النائبه، تفضل السيد الوزير. السيد الرئيس، السيد الرئيس الماده جوج، الماده اثنان عفوا، ما ماشي هي اللي تتحدد الماسترات والاجازات المهنيه والدكتوراه، الماده خمسه هي اللي معنيه بالاحداث. هذه الماده جوج معنيه بالمهام الرئيسيه اللي هي التكوين الاساسي والتكوين المستمر. اذا حنا نرفض هذا التعديل لانه ليس في مكانه، كان خاصو يمشي الماده خمسه. شكرا. ان نضيف الصناعه التقليديه، حنا شرحنا في اللجنه وقبلنا اضافات للمهام فيما نراه من الاختصاص لارتباط ديال الصناعه التقليديه، تنتصوروا انه هذا مجال اخر. اليوم المدرسه الحسنيه للاشغال العمومي ما يمكنش بالاضافه الى ما هو مناخ بيئه وغيره من الجيوماتيك الاعلاميه التنميه المستدامه تنميه المجال نظم المعلومات اننا نضيف لها الصناعه التقليديه، اللهم يتكلف بها مدرسه اخرى اللي عندها هذا الشيء داخل في المنظومه ديالها، وبالتالي رفضنا لهذه الاعتبارات اللي تفضلت بها. شكرا. شكرا السيد الوزير. هناك من مؤيد؟ راه السيده النائبه راه ما يمكنلكمش تعقبوا في التأييد، راه لا يجوز التعقيب في التأييد. التأييد راه طرف ثالث ماشي انتوما. راه عطينا الكلمه والحق تنديروا خرق القانون. السيد رئيس النظام الداخلي يتكلم عن مؤيد، رأي آخر مؤيد. تفضلي تفضلي السيد النائبة تفضلي. السيد الوزير، حنا هاد التبرير عطيتيه لنا في اللجنه وانتظرنا وشفنا مع الناس ديال المدرسه الحسنيه ومع الناس ديال الوزاره، وتبين ان هذا تغليط. الماده خمسه ما فيها والو، فيها يخول للمدرسه احداث شهادات خاصه في مجال التكوين المستمر، وقلنا غنديروا في قوانين تنظيميه. ملي كنتوا في المعارضه السيد الوزير كنتوا كتقولنا حنا ما نتيقوش في القوانين التنظيميه وما يمكنش، وهذا الشيء يمكن ما يكونش. حتى انا كنقول لك هذا الشيء راه ما يمكنش ما يكون، وهذا هو المنطق، ما كاينش هذا الشيء. شكرا. شكرا السيده النائبه المحترمه. ننتقل للتصويت. الموافقون 35، ها 35 سي. المعارضون 78، المتناقض صفر، رفض التعديل. ننتقل للتصويت على الماده الثانيه. الموافقون 78، المعارضون 35، المتناقض صفر. نعرض الماده الثالثه للتصويت. الموافقون 78، المعارضون.
المادة 3 فيها الإجماع ولا فيها فريق الأصل والمعاصر الإجماع؟ إجماع حزب الاستقلال إجماع، فريق الاستقلال عفوا إجماع. المادة الرابعة ورد بشأنها تعديلا من دون فريق الأصل والمعاصرة. رقم تعديل 3 تفضلوا. شكرا سيد رئيس. هذا التعديل يرمي إلى تحفيز الطلبة الباحثين والأساتذة المؤطرين على البحث والإنتاج العلمي، ولذلك اقترحنا إضافة فقرة جديدة في آخر المادة وهي كالتالي: إذا أسفر البحث أو الدراسة سواء بصفة فردية أو جماعية عن اختراع أو إبداع قابل للتسجيل والحصول على براءة الاختراع، فإن الحق المعنوي يؤول حصراً الفريق العلمي الذي توصل إلى تلك النتيجة، ويشمل كلاً من الأساتذة أو الأساتذة المشرفين والطالب أو الطلبة المنجزين للبحث. أما الحقوق المادية فتؤول مناصفة بين المدرسة الحسنية للأشغال العمومية 50% وبين الفريق العلمي 50%، كما أن حصة الفريق العلمي تؤول بدورها مناصفة بين الطلبة الباحثين 25% والأساتذة المشرفين على البحث المفضي إلى اختراع المسجل 25%، توزع حصة 25% بالتساوي بين فئة الطلبة الباحثين مهما تعددوا، كما توزع حصة 25% الأخرى على الأساتذة المشرفين بالتساوي فيما بينهم مهما تعددوا. شكرا. تفضل السيد الوزير عندكم كلمة. شكرا السيد الرئيس. احنا شرحنا في اللجنة الفريق ديال الأصالة على أنه النص ديال المادة فيما يتعلق بالتمويل هو عام، الإخوان في الأصالة قيدوه بنسب ديال 25، هذه يدي 25 وهذه يدي 50، بمعنى يقيدون واسعا. اليوم ملي تيدير البحث العلمي تتفهم مع المؤسسة، تقول لنا عندي براءة الاختراع تعطيني 90% ولا تعطيني 10% على حسب القيمة المضافة اللي جاب، فما يمكنش نجعلوا جميع البراءات ديال الاختراع تخضع لنفس المنطق 5-1 يدي 25 و1 يدي 50، وبالتالي هذه المسألة تخضع للاتفاقيات التي تبرمها المدرسة وتبرم المدارس كلها اليوم مع الباحثين، ونخليوها هي. والا هذا الا قبلنا هذا التعديل غادي نحجروا وغادي نحدوا من المبادره عوض اننا نوسعوها. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. اذا ما كاينش راي معارض راي مؤيد، نقدموا التعديل للتصويت. الموافقون 34، المعارضون 78، الممتنعون 0. رفض التعديل. التعديل الثاني تفضلوا سيد النائب المحترم، قدموا التعديل الثاني. التعديل الثاني في نفس الماده، تعديل رقم 4. سحبوه، سحب التعديل. إذن تعديل رقم تعديل 2 المقدم من طرف الفريق الاشتراكي حول المادة الرابعة. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، جاء في المادة الرابعة ما يفيد بأنه يحق للمدرسة أن تساهم في دعم النشاط المقاولتي، وحتى يكون هذا الحق هذا مطابقا لما ورد في القانون 0100، وحتى لا يفهم منه بأن الدعم هو عبارة عن تقديم معونة مالية ومادية لفائدة المقاولات، أضفنا أن هذا الدعم لنشاط دعم النشاط المقاولاتي يجب أن يتم وفق ما تنص عليه المادة 7 من القانون 0100 السالف في الذكر. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تفضل سيد الوزير. الإحالة على المادة 7، احنا بالنسبة للحكومة تنشوفوا على أنها تتهم الجامعات والمؤسسات اللي هي تابعة للجامعات، بينما هذه مؤسسة اللي ما تابعاش للجامعة، وبالتالي نرى أن الإحالة على المادة 7 في غير محله ونرفض التعديل. شكرا. شكرا السيد الوزير. هناك من رأي مؤيد ومعارض؟ إذا نمشي للتصويت. الموافقون 6. أتعقبوا على السيد الوزير، تفضلوا. هاك نخرقوا القانون من الصباح، تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. مش عاد غد كل شيء بغى يخرق القانون نخرقوه، تفضلوا. عقبوا هو عنده الحق يعقب عليك من بعد. لا ما تخرقوش القانون، اللي بغى يخرق القانون انتم هو انتم هو انتم السيد الرئيس. ايه لانه كنتمسك بالنظام الداخلي. وانتم السيد الرئيس. تفضلوا تفضلوا. فتنقولوا احنا بان هذه الماده 7 جاءت في المقتضيات العامه السيد الوزير. المقتضيات المشتركه ما بين المؤسسات التابعه للجامعه اللي عندها باب خاص، ثم المؤسسات غير تابعة للجامعة اللي عندها باب خاص بها. فنحن في إطار المقتضيات العامة المشتركة ما بين النوعين من المؤسسات، ولهذا فنرى بأن
المبررات ديال رفض هذا التعديل ليست في محلها وشكرا. شكرا. كاين شي راي مؤيد؟ ما كاينش. اذا نصوت على التعديل. الموافقون 36، المعارضون 78، الممتنعون 0. عرض المادة الرابعة على التصويت. الموافقون 78، المعارضون 36، الممتنعون 0. المادة الخامسة ورداش بشأنها تعديل من طرف فريق الأصل والمعاصرة. تعديل رقم 5. شكرا سيد رئيس. بالنسبة لهذا التعديل، التعديل رقم 9، احنا اقترحنا إضافة فقرة في آخر في أول المادة، وهو كالتالي: يرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية الوصية المفوض لها بذلك. تعديل رقم 5 سيد النائب. هذا رقم 5 واللي عندي. المادة الخامسة تعديل رقم 5. المادة الخامسة تعديل رقم 5. وأنا هذا الشيء اللي عندي. تا هو التعديل اللي عندي. التعديل رقم 5 هو هذا. الشيء اللي عندك ما عندي. إيوا. شوف المادة 5. لا سحبناه سابقا. لا سحبتوا المادة التعديل الثاني في المادة الرابعة. نعم. المادة الخامسة كتسحبوا حتى هي؟ المادة الخامسة. إيه تمام. إذا سحبت المادة. سحبت لا ما عنديش. لا سحبتيها هي ولكن حسبتيها الأخر. إذا المادة الخامسة التعديل 3 و4 للفريق الاشتراكي، تفضلوا قدموا التعديل ديالكم للفريق الاشتراكي. السيد الرئيس، بالنسبة للتعديل رقم 3 في المادة الخامسة فهو يهم المقتضيات التي جاءت بها الحكومة في المشروع والمتعلقة بتخويل المدرسة تسليم شواهد خاصة أو شهادات خاصة عقب كل تكوين مستمر، وحتى لا تكون هذه الشواهد الخاصة التي تسلمها المدرسة يعني مبالغ في استعمالها وغير مضبوطة نظرا للآثار العلمية والآثار الإدارية لهذه الشهادات التي تسلمها مدرسة تكوين عمومية، ارتأينا تدقيق وضبط هذه المسألة وذلك بإضافة الفقرة التالية: تحدد مدة كل تكوين مستمر ولائحة الشهادات الخاصة المطابقة له بنص تنظيمي. وشكرا. شكرا سيد النائب. تفضل سيد الوزير. الحكومة ترى على أنه ما هو مرتبط بالتكوين المستمر هو كل سنة قد تحدث تكوينات مستمرة وتسحب تكوينات مستمرة على حسب الطلبات ديال المناخ ديال الأعمال وديال المقاولات المتواجدة وديال الاحتياجات، وبالتالي نتركه للاتفاقيات اللي تنظمها مجلس المؤسسة اللي تخرجها مع المؤسسات، وبالتالي إلا درنا في نص تنظيمي غيولي كل عام خصنا نديروا نص تنظيمي جديد ليحذف التكوين اللي ما يبقاش ويدير التكوين الجديد ويحدد الساعات ديالو، وتنشوفوا ان هذا فيه تعقيد قانوني واداري، وبالتالي نخليوا المساله كما هي معمول بها في مختلف الجامعات انه هذا التكوين المستمر تتحدد مجلس المؤسسه ويعلن عنه وفق القوانين الجاريه بها العمل. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير. موقف مؤيد. نحن نتحدث هنا عن الشهادات الخاصة ولا نتحدث عن التكوين المستمر. التكوين المستمر من حق المدرسة أن تنظم منه ما تشاء في إطار تعاقد وشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين المحيطين، ودير بشكل مبادرة من عندها وليست في حاجة إلى أي نص تنظيمي، ولكن نتحدث عن الشهادات الخاصة التي تسلمها المدرسة. هذه الشهادات الخاصة يجب أن تكون خاضعة لضبط وتنظيم، لأن كاين الناس تيبيعوا فيها ويشريوا، وتسلم شواهد من طرف مؤسسة ديال التكوين المستمر ويتم الانتفاع بها من غير حق وعلى حساب الجودة وعلى حساب المصداقية العلمية لشهادة ديال التكوين الأساسي. وشكرا. شكرا السيد النائب. إذا أحيل التعديل على التصويت. الموافقون 36، المعارضون 78، الممتنعون 0. التعديل الثاني، التعديل رقم 4 للفريق الاشتراكي. بالنسبة للتعديل الثاني المتعلق بالمادة الخامسة فارتأينا بأن نضيف فقرة: يحدث جناح داخلي بالمدرسة وكل ملحقاتها. والغرض من هذه الإضافة وهو أن إحداث هذا الجناح الداخلي لإيواء الطلبة والطالبات وتقديم خدمات الإيواء والإطعام وكذلك توفير
التجهيزات ديال التدريس من شأنه أن يوفر ظروف مناسبة للتحصيل من جهة، ولكن من نفس الوقت أنه يخدم الطلبة والطالبات المنحدرين من المناطق النائية. ولهذا نرى بأنه ضرورة تنصيص على إحداث هذا الجناح الداخلي بهذه المدرسة وملحقاتها نظرا لطابعها الوطني ولخصوصيتها كذلك ضمانا كما قلنا لتكافؤ الفرص. شكرا سيد النائب. تفضل سيد الوزير. شكرا سيد رئيس. نحن نرى أن ما هو مرتبط بالداخليات داخل المؤسسات الجامعية هو يحدث في القوانين الداخلية ديال المؤسسة وليس في النصوص التشريعية المنظمة، وبالتالي نحن هذا الشيء اللي قالوا الإخوة احنا متفقين عليه، ولكن غيكون في النظام الداخلي ديال المؤسسة وليس في النص ديال القانون. شكرا. شكرا سيد الوزير. رأي مؤيد. إذا نقدم التعديل للتصويت. الموافقون 36، المعارضون 78، المتنعون 0، رفض التعديل. أعرض المادة الخامسة للتصويت. الموافقون 78، المعارضون 36، المتنعون 0. المادة السادسة ورد بشأنها تعديل من لدن الفريق الاستقلالي الوحدة والتعددية. تفضل السيدة النائبة. بل تعديل المادة 6 كنقترحوا بأن تحدد هيئة التعليم والبحث الإضافة ديال المسالك بهذه المدرسة، وكذا تنظيمها من طرف السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إلى أعلاه. التعليل اللي كنعتمدوا عليه هو إحداث هذه المسالك تستجيب لسوق الشغل وحاجية الاقتصاد المغربي. شكرا سيدة النائبة. تفضل السيد الوزير. السيد الرئيس، المادة 6 تتحدث عن الهياكل ديال التعليم ولا تتحدث عن المسالك اللي المكان ديالها هو المادة 5، وبالتالي نرفض التعديل لأن الأسلاك غير مرتبطة بالهياكل ديال المؤسسة. شكرا. شكرا سيد الوزير. رأي تأييد. تفضل سيد الوزير. يمكن التعديل ترفضه، ولكن ما كل تعديل كنقولوا راه كاين في المادة التي تليه، والحقيقة زعما ما احترم لك ما كاين شيء. والدليل يعني ها هي دابا غير بالنسبه للشهادات الخاصه اللي قلتي لي قبيله راه في ماده 5، الامر يتعلق بالشهادات الخاصه ولا يتعلق بالتكوين. شكرا. شكرا السيده نيمه. اذا اقدم التعديل للتصويت. الموافقون باقي 36 ياك، المعارضون 81، الممتنعون 0. رفض التعديل. عرض المادة 6 للتصويت كما تمت مصادقة عليها. الموافقون 81، المعارضون 36، الممتنعون 0. تم تصديق المادة السادسة. عرض المادة 7 للتصويت. الموافقون 81، المعارضون 35، الممتنعون 0. نعرض المادة 8 ورد بشأنها تعديلين من طرف الفريق الاستقلالي والوحدة والتعادلية. المادة 8 السيدة النائبة عن الفريق الاستقلال الوحدة والتعادلية. هذا التعديل كنقترحوا بأن طبعا الحكومة جابت الممثلين الطريقة اللي دائما كتكون الممثلين ديال 16 واحد، حنا كنقترحوا ممثلين عن الطلبة في مجلس الإدارة، ممثلين عن المجتمع المدني، لأن إذا كان الدستور المغربي قد نص على أهمية والدور اللي كيقوم به المجتمع المدني، حنا كنختلفوا كنقولوا لان كاين هذه الاسطوانه الجديده ديال غير كتقول المجتمع وكي غنديروا نختاروا المجتمع المدني. ملي كتبغيو تختاروا كتختاروا وكديروا في المؤسسات كتعرفوا شكون ديروا. حنا المجتمع المدني اساسي، واي مؤسسه تعليميه بدون طلبه مؤسسه فاشله الا ما كانش فيها التمثيليه الطلبه، وحنا هذا الشيء عانينا فيه في الكليات وعانينا فيه التعليم. دائما كان الاقصاء ديال الطلبه ومازال هذه العقليه كاينه. الطالب هو العماد ديال الدراسه، ولا اي تكوين ولا اي مؤسسه ما فيهاش ممثلين الطلبه كدوز عليهم الدكاكه وكدوز القرارات الغير الشعبيه. شكرا. شكرا سيد النائبه. تفضل سيد الوزير. سيد الرئيس، اسمح لي سيد الرئيس غير نرجع لان ما عنديش الحق ديال التعقيب. انا من تكلمت على التكوين المستمر، الشهادات الخاصه راها جزء من التكوين المستمر الذي تقوم به المؤسسات. ومين تنقولوا الشهادات الخاصه هي لي ديبلوم بالنسبه للجامعات دونيفرسيتي لي ديو، وبالنسبه للزيكول هي لي ديبلوم دي زيكول. هي هذه الشهادات الخاصه ما فيها لا بيع ولا شراء لا في المدارس العليا تنظمها مجالس المؤسسات بالماده 1، 2، 3 بلو في اكسترا. نعود للتعديل ديال الفريق الاستقلالي. حنا تنقولوا على انه الحكومة جابت ممثلين، هما تيقولوا مجتمع مدني، حنا قلنا لهم راه عندنا فقرة تقول
ممثلين عن الجمعيات والمنظمات المهنية النشطة في مجال الهندسة ذات ارتباط بمهام المدرسة. إذا المجتمع المهني اللي هو جزء منه أيضا مجتمع مدني راه حاضر. إذا لا نضيف الفقرة ديال المجتمع المدني ودي ما عندها علاقة لا بأسطوانة لا ديال الاختيار ولا والو. هذا منظومة اللي هي قائمة في المؤسسات والطلبة ممثلين في مجلس المؤسسة، لأن مجلس الإدارة يتطلب خبرة إدارية. عموما الطلبة في مستويات ديالهم الأولى والثانية تيكونوا مرتبطين بالبحث بالطلبة بالتدبير، لكن الأمور اللي هي إدارية خصها الناس اللي بالفعل عندهم التوجه الإداري، وبالتالي ما ندخلوهمش لمجالس الإدارة. تنقولوا راهم حاضرين في مجالس المؤسسات ويتخذون القرارات اللي تتصب في المصير ديالهم من غير كل ما هو مرتبط بالتنظيم ديال المؤسسة وبالعمل وبالدروس. فإذا ما نجيبوهمش، هذا منطق اللي هو قائم عند الحكومة. شكرا سيد الرئيس. إذا كترفضوا التعديل سيد الوزير؟ ترفضوا التعديل؟ نعم. شكرا. يرفضوا التعديل. هذا رأي مؤيد السيدة النائبة؟ السيدة النائبة تأخذ الكلمة ونمشي للتصويت. السيد الوزير، أعتقد أننا كنا دوزنا من مؤسسات تعليمية وكنعرفوا بأن كم من قرار مجحف كان ضد الطلبة. فالطلبة متفقة معك، رحنا عرفنا بأن كاينة في مجالس المؤسسات، ولكن كل هيئة كتكون داخل هذه المؤسسة يجب أن يكون فيها تمثيل الطلبة، فإذا احنا مختلفين في التوجه. شكرا سيد النائبة. إذن أقدم التعديل للتصويت. الموافقون 36، المعارضون 81، الممتنعون 0. رفض التعديل المادة 8 ورد بشأنها تعديلان من لدى الفريق الأصالة والمعاصرة. رقم التعديل 6 و7. التعديل اللي كلمتي فيه 6 واحد وصلتي ليه. نتمسكوا به. 7 كنسحبوه. ولا تقدموا بخصوص المادة 8 باش تكون واضحة. المادة 6 تفضلوا. المادة 6. نعم. بالنسبة للمادة 8 التعديل السادس، هو أن هذا التعديل يرمي أولا إلى توزيع الممثلين مختلفي المكونات بشكل واضح، التركيز كذلك على أهمية تمثيليات الأساتذة الذين يجب أن يكونوا من درجة أستاذ التعليم العالي وينتخبوا من قبل هيئة التدريس، وكذلك فئة الطلبة مكون أساسي وهي سبب وجود وهو سبب وجود المدرسة. لذلك لا يعقل أن يغيبوا عن تدبير مؤسستهم. واقترحنا أن تكون المادة على الشكل الآتي: يتألف مجلس إدارة المدرسة بالإضافة إلى رئيسه من 14 عضوا كما يلي: ممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المعنية، 3 ممثلين من أساتذة المدرسة تنتخبهم هيئة تدريس ل3 سنوات من بين أساتذة التعليم العالي المنتمين إلى المدرسة، ممثلان اثنان عن الأطر الإدارية والتقنية ينتخبون من بين الأطر الإدارية والتقنية الذين يزاولون مهامهم بالمدرسة، ممثلان اثنان عن طلبة المدرسة ينتخبهم زملاؤهم لمدة 3 سنوات مع ضرورة اعتماد مقاربة النوع في ذلك. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. تفضلوا سيد الوزير، عندكم تعقيب على السيد النائب المحترم. سيد الرئيس، التعديل يهدف إلى التدقيق من حيث الأرقام. احنا قبلنا تعديل، قبلنا تعديل في اللجنة رفعوا من 14 ل 16 على أساس المعطيات اللي جابتها الحكومة والأرقام. فالإخوان مثلا كاين 3 الممثلين ديال السلطة الحكومية هما تيشوفوا 2، هذه اجتهادات. حنا تنمشينا للنص كما هو في 0100 في المؤسسات الأخرى وجبنا ونقلناه فيما هو مرتبط بالمؤسسة. وفيه المسألة ديال الطلبة راني جاوبت عليها آنفا، راهم كاينين في المجلس ديال المؤسسة وبالتالي ما كاينينش مجلس الإدارة، وبالتالي نرفض التعديل. شكرا. إذا تقدموا للتعديل، تصويت على التعديل. الموافقون 39، المعارضون 81، الممتنعون 0. رفض التعديل. التعديل الثاني لفريق الأصالة والمعاصرة سحب. المادة 8 ورد بشأنها 8 تعديلات من لدى الفريق الاشتراكي. تفضل سيدي. التعديل الأول ومن بعد غادي ننتقلوا للتعديل كل تعديل. دوزهم كاملين. علاش دوزهم كاملين مرتبطين؟ دوزهم كاملين تفضل، ما عندي إشكال. كاملين باش تفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، تعديلاتنا في الفريق الاشتراكي الخاصة بالمادة 8 هي 3 أصناف. هي تعديلات تهم لتدقيق
عبارة ممثلون، العبارة الواردة في المشروع والمتعلقة بممثلون عن السلطات الحكومية، ممثلون عن الأساتذة، ممثلون أننا تعديلات، قدمنا تعديلات لتحديد الرقم. عوض ممثلون تنديروا ثلاثة ممثلين أو ممثلين إلى غيره، حتى يكون العدد الإجمالي مطابق مع العدد الإجمالي ديال أعضاء المجلس اللي هو 16، ولا يمكن تصرف في تمثيلية أي هيئة دون أخرى. الصنف الثاني من التعديلات والمتعلق بتمثيلية الطلبة كإضافة، أضفنا ضرورية التنصيص على تمثيلية الطلبة طالب وطالبة في المجلس الإداري للمدرسة، وذلك انسجاماً مع القانون 0100 الذي ينص على تمثيلية الطلبة في المجالس الإدارية للجامعات. وأعتقد بأن الطلبة يساهمون في تدبير جامعة وما أدراك ما الجامعة، لا يمكن لنا أن نتهمهم بالقصور أو عدم القدرة على المساهمة في اتخاذ قرارات إذا تعلق الأمر بمدرسة ومؤسسة أقل أهمية من الجامعة. التعديل الأخير والصنف الثالث وهو مراعاة تمثيلية الجنسين في مختلف الفئات التي يتألف منها مجلس إدارة المدرسة، وذلك تفعيلا لمبدأ المناصفة. وشكرا. شكرا سيد النائب. تفضل سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. في نفس السياق التعديلات السابقة، الفريق الاشتراكي يتحدث عن الترأس ديال السلطة الحكومية الوصية ديال القطاع، وهذا القانون 65/13 راه واضح اللي تعطي الصلاحية لرئيس الحكومة يترأس جميع المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، وبالتالي نقبله. فيما يتعلق بالترقيم ديال جوج ثلاثة، احنا درنا الحساب في اللجنة ولقينا أن 16 إلا قسمناهم كما هو وارد راه غادي يعطيو ممثلون هي ثلاثة، وبالتالي نرى أن لا داعي للتدقيق. الانتخاب ديال الطلبة في المجلس ديال الإدارة ما فيه أي حديث عن قصور هؤلاء ولا أنهم ما عندوش مستوى، لم يقل أحد بذلك، لكن احنا تكلمنا على أنهم حاضرين في المجلس ديال المؤسسة. التمثيلية ديال الجنسين في مختلف الفئات، أتصور على أن كل هيئة اللي غادي تختار الناس ديالها من المفروض على أن بالفعل تراعي ما هو دستوري، والدستور تتكلم على هذه الأمور، وبالتالي نرى أنه باش نجيبها هكا في النص لا داعي. شكرا. شكرا السيد الوزير. إذا أعرض التعديلات على التصويت. التعديل الأول، الموافقون 39، المعارضون 81، المتنعون 0، رفض التعديل. التعديل الثاني، الموافقون 39، المعارضون 81، المتنعون 0، رفض التعديل الثاني. أعرض التعديل الثالث على التصويت. الموافقون 39، المعارضون 81، المتنعون 0، رفض التعديل. أعرض التعديل الرابع على التصويت. الموافقون 39، المعارضون 81، الممتنعون 0، رفض التعديل. أعرض التعديل الخامس على التصويت. الموافقون 36، المعارضون 81، الممتنعون 0، رفض التعديل. أعرض التعديل السادس على التصويت. الموافقون 36، المعارضون 81، الممتنعون 0، رفض التعديل. أعرض التعديل السابع على التصويت. الموافقون 36، المعارضون 81، الممتنعون 0، رفض التعديل. أعرض التعديل الثامن على التصويت. الموافقون 36، المعارضون 81، الممتنعون 0، رفض التعديل. أعرض المادة الثامنة على التصويت كما سطرها اللجنة. الموافقون 81، المعارضون 39، الممتنعون 0. المادة التاسعة، ورد بشأنها تعديل من لدى الفريق الأصالة والمعاصرة. رقم التعديل 8. تفضلوا. شكرا سيد رئيس. هذا التعديل كنا على أنه سيد وزير سيوافق له، سيوافق عليه بطبيعة الحال، لأن أضفنا قلنا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بحيث يجب أن تمارس المدرسة صلاحيتها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. شكرا. شكرا سيد النائب. سيد النائب رحو الرئاسة لهذا الجي. ولو احتراما له. تفضل سيد الوزير. ما كاين مشكل سيد الرئيس. لا، احنا متفقين مع الإخوان ديال الأصالة لأنه هي واردة، النص يقول هي تخضع المدرسة إلى آخره، يخصها بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالمؤسسات العمومية، هي واردة، وبالتالي رحنا هما متفقين معنا، ولكن جابوها كتعديل إضافي وصافي. شكرا. إذا نرفض
ما تقدموا به، لانه راه انه كاين في النص الاصلي. شكرا. شكرا سيد الوزير. اذا الموافقون 39، المعارضون 75، المتنعون 0. المادة التاسعة ورد بشأنها ثلاثة تعديلات من الفريق الاشتراكي، تقدموا كل واحد على حدة ولا تخدموا مرة؟ مرة تفضلوا. بالنسبة للتعديل رقم 13 المتعلق بمادة سعود، وهو إضافة اختصاص للمجلس الإدارة ويتعلق بتحديد وتغيير سومة الواجبات المؤدات عن الخدمات المقدمة بمقابل، لأننا نرى بأن على غرار جميع المؤسسات العمومية فمجالسها الإدارية هي التي تتخذ هذا الإجراء، والذي هو إجراء تحرص السلطات المالية على ضرورة التنصيص عليه لأجل تفعيل ما يتخذ من قرار في هذا الاتجاه. كذلك اقترحنا تعديل آخر بإضافة مهمة من المهام المجلس الإداري للمدرسة، وهو المصادقة على النظام الداخلي للمدرسة المقترح من طرف مجلس المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق والسلطة الحكومية الوصية. وأخيرا تعديل آخر، نرى بأنه ما جاء في المشروع وخاصة ما يتعلق بإمكانية تفويض المجلس الإداري لبعض سلطته وصلاحياته، نراه بأنه منافي مع القوانين الجاري بها العمل، ويهدد مصداقية المجلس الإداري كهيئة تقريرية عليا داخل المدرسة. شكرا. ولهذا نرى بأنه جميع اللجان لا يمكن أن يفوض لها سلطة من سلطات المجلس الإداري، وإنما يمكن المجلس الإداري أن يكلفها، وهذا هو التعديل اللي جبناه، يكلفها بدراسة قضايا معينة تعد بشأنها تقارير تعرض على مجلس الإدارة المدرسة للبث فيها. وشكرا. شكرا سيد النائب. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. احنا في إطار التعديل المرتبط بالتحديد والتغيير ديال السومة، نحن نعتبر على أن هذا التحديد هو وارد في النص الأصلي، وخاصة في البند اللي يتحدث عن المصادقة، عندنا بند اللي تيقول بالمصادقة على الخدمات التي تتلقى المدرسة مقابلا عنها، وعندما نتحدث عن المصادقة راح نتكلم أيضا على المحتوى اللي هو مرتبط بالسومة وبالواجبات وبغيرها، وبالتالي نرفض التعديل. إحداث اللجنة والتفويض الذي نتحدث عنه السيد الرئيس هو تفويض مرتبط بالمدير ديال المدرسة التي تعطي تفويض لأجل تسوية قضايا معينة، وليس تفويض من الاختصاصات اللي هي جاية المدير كمدير بالصفة. وبالتالي نرى أن التعديل اللي قدموه الإخوان يمكن أن نستغني عنه لهذا الاعتبار. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تفضلوا. أغير شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، فيما يتعلق بالتعديل الأخير الذي علقتم عليه، فمشروع النص لا يتحدث عن تفويض لصالح المدير صلاحيات للمدير لأجل تسوية بعض الأمور، هذه راه واردة في النص، ولكن يتحدث السيد الوزير على أن يجوز للمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة أخرى يحدد تأليفها وكيفية سيرها، وأن يفوض لها بعض سلطته وصلاحياته. المجلس يكون لجنة ويفوض لها صلاحياته وسلطته، فهذا هو الخطير، وهذا ما قدمنا بشأنه تعديل، وليس التفويض للمدير لتسوية بعض الأمور. هذاك راه كاين ما نسيناه، هذاك متفقين عليه. المشكل وهو لا يمكن تشكيل لجان في مجلس الإدارة ويفوض لها بصلاحيات وسلطة ديال المجلس الإداري، هذا هو راه خطر. شكرا. شكرا سي النائب. إذا نمشيو للتصويت. عارض التعديل الأول للتصويت، الموافقون 40، المعارضون 79، رفض التعديل. عارض التعديل الثاني للتصويت 40، الموافقون 40، المعارضون 79، الممتنعون 0، رفض التعديل. عارض التعديل الثالث للتصويت، الموافقون 40، المعارضون 79، الممتنعون 0، رفض التعديل. عارض المادة التاسعة للتصويت كما صدقت عليها اللجنة، الموافقون 79، المعارضون 40، الممتنعون 0. نمشيو للمادة العاشرة
وردت بشأن تعديل من لدى الفريق الأصالة والمعاصرة. شكرا سيد رئيس. بالنسبة لهذا التعديل يرمي إلى رفع نصاب الاجتماع الثاني إلى الثلث بدل الربع، مع الأخذ بعين الاعتبار الأعضاء الذين يمكنهم انتداب من يمثلهم، ولذلك جاءت المادة على الشكل التالي: صحيحة عندما يكون الثلث أعضائه على الأقل حاضر، وإذا لم يكتمل نصاب الثلث تتم دعوة المجلس مرة أخرى داخل أجل 8 أيام، وتصح مداولته كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. شكرا. شكرا السيد نائب المحترم تفضل الوزير. رأى أنه الطريقة ديال التدبير حنا مشينا فيها برؤية، الاجتماع الأول نصف ديال الأعضاء، الاجتماع الثاني الربع، لأنه الفارق بين الاجتماعين هو هذاك الربع اللي تنتكلموا عليه، وإلا إلا خليناها النص وجينا غير الثلث تيبقى ذاك الفارق هو ضعيف، وهذا ما غاديش يعطينا التيسير، ما غيسهلناش التيسير. وبالإضافة إلى أنه والمرونة، بالإضافة إلى أنه الحاضرون هما إما بالصفة ولا ممثلين، ويمكن يكونوا الأعضاء الأصليين، إذا إلا ما كاينش الأصلي راه غيكون ممثل ديالو، وبالتالي تنتصوروا على أنه كاين إمكانية نحتفظوا بالنصف ثم الربع، ونرفض التعديل. شكرا. شكرا السيد الوزير. إذا أعرض هذا التعديل التصويت، الموافقون 40، المعارضون 79، 0 في هذا التعديل. أعرض المادة 10 التصويت كما صدقت على اللجنة، الموافقون 79، المعارضون 40، الممتنعون 0. المادة 11 ورد بشأنها تعديل من لدى الفريق الاشتراكي، رقم تعديل 16 16، تم سحبه. إذا المادة 11، المادة 11 التصويت للموافقة، فيها الموافقون 79، المعارضون 40، الممتنعون 0. المادة 12 ورد بشأنها تعديل من لدى الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. السيد الرئيس مضيان عندكم التعديل في المادة 12. السيد الرئيس مضيان عندكم التعديل في المادة 12. النائبة المحترمة السيدة البقالي تفضلي. كان لا يوين دابا عاد نفطروا ملي كنتوا شحال هذه كنتوا فطور وغدا. السيدة النائبة تكلمي مع الرئيس. ما تكلميش معاهم، تكلمي معايا انا. تقاصح انت غير سكت اليوم كلشي نوا وضرتي فينا، راه درنا معاك التمسومات. يتولى مدير مدرسة ممارسة صلاحية الاختصاصات الضرورية. احنا كنقترحوا بان ماشي غير السيد المدير المدرسة، لان لاحظنا في هذا القانون ان كل ما فيه التسيير المالي السيد المدير خلاها عنده، وداك الشيء اللي هذا عطاه عاد دخل فيه مجلس اداره. حنا كنقترحوا باش اذا في اداره الاشتراك والتسيير الجماعي ان السيد مدير مدرسه يشترك مع مجلس الاداره في جميع الصلاحيات والاختصاصات المخوله له بمقتضى القانون، وماشي غير في الامور اللي حددها يعني في عقد الاتفاقيات، اما التسيير المالي لي مارشي داكشي كلشي يبقى عند المدير، يعني هذا فيها شويه ديال ما مزيانش حتى المدير. فاذا كنتمناو ان يكون الاشراك ما بين المدير المدرسه ومجلس الاداره. شكرا السيد النائب. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. من حيث الشكل حنا تنشوفوا الماده 12 هي الصلاحيات ديال المدير المدرسه، وبالتالي الماده كلها مرتبطه بمدير المدرسه وليس ب مجلس الإدارة، وبالتالي حتى من حيث الشكل ديال التعديل نرى أنه لا يمكن قبوله. شكرا. شكرا السيد الوزير. تفضلوا السيد النائب المحترم. السيد الرئيس، راه حنا كنتكلموا على هذاك الاختصاص اللي عند المدير، حنا اللي بغينا فيه الإشراك، ماشي كنقترحوا شي حاجة جديدة. هذاك الإشراك اللي عند المدير يكون إشراك جماعي، وكاين مجلس الإدارة شنو عنده؟ جينا المسائل اللي خاوية وعطينا عاد دخلنا فيها مجلس إدارة. إذا قلنا هانت اسمع معايا، الأمر بصرف نفقات وقبض الموارد الميزانية عند السيد المدير، تحضير قرارات مجلس الإدارة وتنفيذها عند السيد المدير، السهرة على سير المدرسة وتنسيق مجموعة السيد المدير، التصرف باسم المدرسة في العملات التحفظية وتمثيل أمام القضاء، متفقين لأن خص شخص واحد، ولكن في الأمور الأخرى كلها الإيجابية خص يكون فيها الإشراك. السيد الوزير ما أنا راه جيتو تا الأخر وعاد عطيتو الموافقة أعضاء مجلس الإدارة بتقرير مفصل، هو عطيه التقرير، وجد تقرير مجلس الإدارة يدير تقرير بواحد الحاجة هو بعدا ما مشتركش فيها، وأنا نكون شوية وأنا اسمح لي أنا هكا كنشوف الأمور، أنا ما وجدتش تقرير مجلس الإدارة، ما نطلبش منه يوجد تقرير على حاجة ما كانش مشترك فيها، المدير كيدير الخدمة ومجلس الإدارة دار التقرير، والإخوان تما كانوا معنا في شكرا السيد في الأغلبية راه قالوا هذا اقتراح واجي ما فهمناش. إذا أعرضوا التعديل التصويت، الموافقون 40، المعارضون 80، رفض التعديل.
عريض المادة 12 للتصويت كما صدر اللجنة، الموافقون 80، المعارضون 40، الممتنعون 0. المادة 13 ورد بشأنها تعديل لفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضل السيدة النائبة المحترمة قدمي التعديل ديالكم. غادي نفضل السيد الوزير وندوزو. مادة 13. بالنسبة لهذا المقترح في الحقيقة اللي كيعرف الأهمية ديال هذا الشيء هما الطلبة. الطلبة كيكون عندهم إشكال كبير في التعامل لا مع يعني الإدارة ديال المؤسسات، خاصة في التعليم العالي. فإذا كنقترحوا باش يكون واحد المدير مساعد مكلف بالمسالك يعني وتتبع كل قضايا ديال الطلبة انسجاما مع المقترح لتسهيل عملية التواصل ما بين الطلبة الباحثين والدكاترة والمؤطرين والوزارة الوصية وباقي القطاعات المعنية في علاقتها مع المدرسة الحسنية. شكرا السيدة النائبة المحترمة. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. الحمد لله الاستاذه تتكلم على الطلبه هما اللي متمين. دابا حتى انا راني استاذ جامعي وهادشي تمارسته لاكثر من 25 سنه. المسالك داخله في الدراسات، حنا عندنا مدير عام مساعد ولا مدير مساعد مكلف بالدراسات، ومن ضمن الدراسات كاين المسالك. فاذا ما غنديروش واحد مكلف غير بالمسالك، راه هو المدير المساعد مكلف بالدراسات. شكرا. وهادشي غنوفروا واحد البوست بيدجيتير للاداره وللدوله. شكرا. شكرا السيد الوزير. تفضل السيده النائبه. غادي يوفروا بوست بيدجيتير. حنا تعودنا على ان اي حاجه فيها شي حاجه الفلوس غتزاد مصلحه الشعب تنكونوا معها بتحفظ، واي حاجه كتكون فيها الزياده الفلوس لشي حوايج حنا لا تهمنا في شيء ولا تصل ولا لاولادنا ولا لهذا كنكونوا معها. ما لا اله الا الله. اعرض التعديل للتصويت. الموافقون 80، المعارضون 39، الممتنعون 0. رفض التعديل. اعرض الماده 13 للتصويت كما صدر على اللجنه. الموافقون 80، المعارضون 39، الممتنعون 0. نعتبرها صوتات ولا مشات؟ الماده 14 ورد بشانها تعديل من لدى الفريق الاصل المعاصره. تعديل 10. شكرا سيد رئيس. بالنسبه لهذه الماده تعديل يرمي إلى إسناد كيفية تأليف مجلس المؤسسة إلى القانون وليس إلى النص التنظيمي لضمان تمثيلية أوسع وأشمل. ولذلك وردت المادة على الشكل التالي: يتألف مجلس المؤسسة من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية ومن الأعضاء التالي بيانهم: 6 ممثلين عن المؤسسات العمومية المسندة إليها مهام تتعلق بقطاع الأشغال العمومية تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة 3 سنوات، 6 ممثلين عن المؤسسات الخاصة العاملة في قطاع الأشغال العمومية تعينهم السلطة الحكومية الوصية لمدة 3 سنوات باقتراح من المنظمات المهنية المعنية، 6 ممثلين من هيئة التدريس المنتمين للمدرسة تنتقبهم تلك الهيئة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 6 ممثلين عن طلبة المدرسة ينتخبهم زملائهم بشكل يراعي مراقبة النوع لمدة 3 سنوات، ويجوز لمجلس المؤسسة أن يستدعي للمشاركة في مداولاته كل من يراه مفيدا في تحقيق أهداف المدرسة. شكرا. شكرا سيد النائب المحترم. تفضل سيد الوزير. سيد رئيس، اعتبارا كون هذا التعديل يخالف المادة 35 من القانون 0100 التي تحدد كيفية ديال التأليف ديال مجلس المؤسسة والأعضاء المنتخبون من الأساتذة والأطر الطلبة والأعضاء المعينون من خارج المؤسسة، ويحيل على نص تنظيمي التي يكون التأليف اعتبارا لهذا عدم الملائمة ديال هذا التعديل مع المادة 35 من النص 0100. نرفض هذا التعديل. شكرا. شكرا سيد الوزير. إذا أحيل التعديل على التصويت. الموافقون 39، المعارضون 70، الممتنعون 0. رفض التعديل. شو المادة 14 عند الفريق الاشتراكي؟ الفريق الاشتراكي عندكم المادة 14 إذا سمحتوا. عرفتي نقصوا هذاك؟ نقصوا هذاك وزاد هذاك. التعديل على الشكل الآتي، وهو
تغيير في احد اختصاصات ديال مجلس المؤسسة المتعلقة باقتراح النظام الداخلي للمدرسة الذي يعرض على رأي مجلس التنسيق والسلطة الحكومية الوصية ومصادقة مجلس إدارة المدرسة، وذلك حتى يكون هذا نوع من انسجام مع تعديل سابق قدمناه في هذا الموضوع. شكرا. شكرا سيدنا المتصل الوزير. شكرا السيد الرئيس. في نفس السياق، النظام الداخلي كما هو وارد في النص الأصلي اللي تلأموا معه 0100 ينص على أن النظام الداخلي يعد من طرف مجلس المدرسة ويعرض على رأي مجلس التنسيق قبل أن يصادق أو يصادق عليه مجلس الإدارة، وبالتالي نحن نأخذ بالصيغة اللي وردة في النص الأصلي 0100 ونرفض التعديل. شكرا. شكرا السيد دريم. لكم شي تعقيب؟ مادام نعطيكم التعقيب نيت. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، لما قام بقراءة النص الوارد في القانون 0100 فهو نفسه التعديل الذي قدمنا به، أي أن المصادقة على المجلس الإداري، عفوا، أن القانون الداخلي يؤول إلى المجلس الإدارة ديال المؤسسة، في حين أن المشروع اللي جيتوا به أن القانون الداخلي تصادق عليه السلطة الوصية. نحن نقول لا، في المجلس الإداري ما دام هو تيصدق على الميزانيه، تيصدق على واحد العدد ديال الامور الوارده في الماده التاسعه، حساب المدرسه، نظام التعويضات، المصادقه على الاقتراضات، المصادقه على الخدمات، المصادقه على واحد العدد ديال الامور. القانون الداخلي او النظام الداخلي للمؤسسه وثيقه اساسيه يتم بواسطتها ضبط الحياه اليوميه داخل المؤسسه ويضبط العلاقات ما بين مختلف الفاعلين والمتدخلين والممارسين داخل المؤسسة. ولهذا نتأسف أن الحكومة جعلت دائما أنها كما يقال تعطي بيد وتأخذ بيد أخرى، فأين هي الاستقلالية الواردة في المادة الأولى؟ ما كايناش الاستقلالية ديال المؤسسة سيد الوزير. شكرا سيد النائب. إذا نعرض التعديل على التصويت. الموافقون 36، المعارضون 77، الممتنعون 0. رفض التعديل. عرض المادة 14 على التصويت. الموافقون 77، المعارضون 36، الممتنعون 0. عرض المادة 15 على التصويت. الموافقون 77، المعارضون 36، الممتنعون 0. المادة 16 ورد بشأنها تعديل مادة الفرق الأصل المعاصرة، التعديل رقم 11. شكرا سيد الرئيس. بالنسبة لهذا التعديل يرمي إلى إبراز موارد استغلال براءة الاختراع لأهميتها الرمزية والمالية بالنسبة لميزانية المدرسة، ولذلك اقترحنا أن تكون المادة على شكلين: الموارد المحصل عليها من حصة استغلال الحق في براءة اقتراع. شكرا. شكرا السيد النائب المحترم. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. فاحنا ماشي رفضناها لان باغي نرفضوا، ولكن قلنا هذه المسألة ديال الموارد المحصل عليها من هذه الحصة ديال استغلال ديال البراءات هي موارد اللي عموما ما تكون ضعيفة جدا وما كيناش، وهذا هو الحاصل. وبالتالي إذا توفر جزء منها احنا تنقول أنها بما أنها ليست موارد قارة فهي في إطار المحاصيل والموارد المختلفة. شكرا. شكرا سيد الوزير. إذا نحيل تعديل على التصويت. الموافقون 39، المعارضون 77، الممتنعون 0. أعرض المادة 16 على التصويت كما صدقت عليها اللجنة. الموافقون 77، عفوا، الموافقون 77، المعارضون 39، الممتنعون 0. المادة 17 وردها بشأنها تعديل من لدن فريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية. تفضل أستاذ النائب المحترم البقالي. هذا تعديل عادي وبسيط غير بالنسبة لانسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية. كنقترحوا بأن هذه الصيغة اللي جبتوا فيها موظفي الإدارات العمومية يكون الأخذ بعين الاعتبار ماشي غير الملحقين وإنما موضوعين راه الإشارة والمتعاقدين، لا سيما أن النغمة الجديدة اللي ولات في الوظيفة العمومية هي شيء ديال التعاقد الجديد، فإذا على الأقل نضمنوا لهم حقوقهم حتى هنا. وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. تفضل السيد الوزير. السيد الرئيس، نحن نرى ان الوضع رهن الاشاره هو غير منصوص عليه
في النظام الأساسي العام ديال الوظيفة العمومية بالنسبة للمؤسسات العمومية، ما عندهمش هذا الإطار، وبالتالي ما يمكنش نجيبوه كواحد من الأصناف الأربعة ونقبلوا أننا نوضعوه في هذه الموارد ديال هذه المؤسسات العمومية، لأنه غير منصوص عليه في النظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية ديال المؤسسات العمومية. أما التعاقد فإحنا تنعتبروا أنه كاين اليوم، كاين وتيجي في النظام الأساسي ديال الموارد البشرية اللي تيديروا مجلس ديال المدرسة، وبالتالي راه حاضر في هذا النظام الأساسي للموارد البشرية اللي قررنا في مادة هذه المادة أنه غادي يكون عند المدرسة. شكرا. شكرا السيد الوزير. السيد النائب عندكم شي تعقيب؟ تفضلوا تفضلوا. لا تفضلوا تفضلوا مدام. بالنسبة للسيد الوزير، حنا رحيس ما كاين شيء خص ضمان الحقوق، ضمن الحقوق ديال جميع الفئات، لان ما يمكنش ان المؤسسات دير الناس اللي غادي تجيبهم يكون وضع الاشاره اما متخصصين، اما اللي غيكون يعني المده واحد المده مثلا والطول تبقى 10 سنين ويتقاعد تضيع الحقوق ديالو. فاذا تثبيتا لهذه الحقوق ديال هذه الفئات بالنسبه لراه الاشاره المتقاعدين، كنتمنوا انكم تقبلوا هذا التعديل ولكم واسع النظر. شكرا سيدي النائبه المحترمه. اذا عارضوا هذا التعديل على التصويت. الموافقون 36، المعارضون 77، رفض التعديل. عارضون المادة 17 على التصويت. الموافقون 77، المعارضون 36، الممتنعون 0. المادة 18 فيها تعديل لفريق الوحدة والتعادلية. في نفس التوجه ديال ضمان الحقوق ديال المأجورين وديال الموظفين والعمال، فكنقترحوا ان فيما يخص معاشاتهم الأساسية التكميلية وتأمينهم الصحي المنخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون عليها اشتراكاتهم، فيما يخص الأجر والترقية والتقاعد، لأن الحقوق هي ثلاثة ماشي غير. فإذا ضمان الحق في الأجر وفي الترقية وفي التقاعد، إذا الغاية من ذلك تجويد النص. شكرا الله يرزقكم. السيد الوزير تفضل. السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. هو الفقرة الأولى، تتحدث عن الاستمرار ديال الأساتذة الباحثين وموظفي الأطر والأعوان في الاستفادة من الوضعية القائمة في التاريخ المذكور، لا تتناول المعاشات، لأنه تنهضروا على واحد الصفة اللي غننتقلوا منها خاصها تبقى عند الجميع. إذا الحديث عن المعاشات الأساسية والتكميلية والتأمين الصحي ماشي المحل ديالها الفقرة الأولى، إنما عندما نتحدث أيضا على الراتب والترقية فهما معالجان، وأقول معالجان في هذه الفقرة الأولى من نفس المادة اللي تكلمت عليها، لأنه الحفاظ على الوضعية القائمة في التاريخ المذكور يهدف اساسا الى الحفاظ على الراتب ولا احسن منه ولا الترقيه ايضا اللي كانت عند الموظف. شكرا. شكرا السيد الوزير. دير النص الاصلي ديالكم فيه فيما يخص معاشاتهم الاساسيه والتكميليه وتامينهم الصحي منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدوا عنها اشتراكاتهم، راه هي مكتوبه في الاخر ديال الفقره السيد الوزير. شكرا السيدة النائبة المحترمة. إذا أعرضوا التعديل على التصويت. الموافقون 39، المعارضون 76، الممتنعون 0. أعرضوا المادة 12 للتصويت. الموافقون 79، المعارضون 36، الممتنعون 0. المادة 19 آخر تعديل لفريق الوحدة الثالثة، تسحبوه. آخر تعديل. سحب التعديل. إذا أعرضوا المادة 19 على التصويت. الموافقون 79، المعارضون 39، الممتنعون 0. أعرضوا المادة 20 على التصويت. الموافقون 79، المعارضون 39، الممتنعون 0. المادة 21 وردة بشأنها تعديلين من الفريق الاشتراكي، تعديل 18 و19. تفضلوا. شكرا سيدي الرئيس. الأمر يتعلق ببداية سيان تنفيذ هذا القانون، فالمشروع جاءت به عبارة يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز تنفيذ، والحال أن فريقنا يقترح على أساس أن يعمل به ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، على أن يتم وضع أجل أقصى 12 شهر بالنسبة للنصوص التنظيمية، ويبقى خلال هذه الفترة على تطبيق النصوص التنظيمية الجائبة العمل سير مفعول فيما لا يتعارض صراحة مع هذا القانون إلى حدود إلى حين صدور نصوص تنظيمية تتعلق به. والهدف من هذا حتى لا يبقى القانون جامدا
وايضا حتى يتم تفعيله مباشره بعد انشاء جائدة رسميه كما يعمل به في كافه النصوص، ووضع حتى احتمال انه ان يتم تاخير صدور النصوص التنظيميه وبالتالي سيبقى القانون معلقا، لذلك راينا ان يكون هذا التعديل. شكرا سيد النائب. تفضل سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. حنا ناقشنا هذا الموضوع مع الاخوان في اللجنه، فغير حنا تنقولوا حنا تنتعهدوا اننا ننزلوا النصوص التنظيميه في اقرب وقت، وخاصه انه اليوم رحنا شحال اليوم 27 يونيو، دابا حنا داخلين في شتنبر، الا تنشر في الجريده الرسميه وقتاش غيتنشر؟ الا تنشر داز في المجلس المستشارين وما رجعش المجلس النواب يقدر يتنشر في غشت، شنو غنديروا في شتنبر؟ واش غنطبقوا النظام ديال ال ام دي على المدرسه؟ الا طبقناه مباشره راه ما غادي نعيطوا، وبقينا تنقولوا حنا اللي تلتزموا واننا نخرجوا النصوص التنظيميه راه حنا بدينا تنشتغلوا عليها في اقرب الاجل باش نراعيوا هذه الفتره الانتقاليه باش ننوضوا من النظام الحالي الى النظام ال ام دي اللي تحتاج لي ستركتور هياكل وتحتاج انظمه وتحتاج الى اخره، وهذا الى شرطناه بالصدور في الجريده الرسميه غادي يحرج الاداره ديال المدرسه في التطبيق. شكرا سيد الرئيس. شكرا. عندكم شي تعقيب؟ أظن أنه الطريقة الناجعة والفعلية اللي خصها نتعاملوا بها مع هذا القانون بالنسبة للمرحلة الانتقالية هو تطبيق النصوص التنظيمية السابقة التي لا تتعارض مع هذا القانون، وإحنا خليناها في هذه المادة. أما أن نسن قانونا وينشر في الجائدة رسميا ونبقاو ننتظروا النصوص التنظيمية فشو تنبيه وصلوا 7 أكتوبر وصلوا، بالتالي سيلقى به إلى الأرشيف وغيبقى إلى ما لا نهاية. الطريقة السليمة لتفعيل القانون هو أنه البدء السايان ديالو هو تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وناخذ النصوص التنظيمية. آنذاك إذا كانت شي وحدة كتعارض مع القانون سيتم استبعادها، واللي كانت كتلائم مع هذا القانون سيتم تطبيقها في انتظار أنه تجيو لنا نصوص تنظيمية جديدة. شكرا سيد النائب المحترم. إذا أعرض التعديل الأول. صوت الموافق 39، المعارض 82، الممتنعون 0. عندكم التعديل الثاني؟ عندكم تعديل ثاني؟ عندكم جوج تعديلات درتهم بجوج؟ إذن الموافقون 39، المعارضون 82، وتناصر بالنسبة للتعديل الثاني. رفض التعديلين. عرض المادة 21 للتصويت كما صدقت عليها اللجنة. الموافقون 82، المعارضون 39، الممتنعون 0. عرض مشروع القانون برمته للتصويت كما صدقت عليها اللجنة. الموافقون نفس العدد 82، المعارضون 39، الممتنعون 0، وهكذا ممتنعين. يلا حسبوا لي الامتناع دابا، حسبوا لي الاخرين. اذا سعود ممتنعون و30 معارضون. صدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 13 39 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.